السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس مروان بدر. إن شاء الله نحل النهاردة تمرين على السكتش في التو دايمنشن. مبدئيا كده قبل ما نحل التمارين عايز أنوه على حاجة، إن أنا هكون حافظ إن شاء الله التمارين بصيغة صورة بكيتشر زي البي إن جي أو الجي بي جي وهكذا، تمام؟ بحيث إن إحنا نقدر نعمل لها إمبورت، إن إحنا نشتغل على الأبعاد من داخل البرنامج، ما نقعدش نخرج من البرنامج كل شوية وننقل الأبعاد. وهعلمك ده بنعمله ازاي في البرنامج ونبدا نحل ان شاء الله. مبدئيا ده بتكون واجهه البرنامج معايا، تمام؟ اقوم اعمل له نيو بارت عادي خالص زي ما احنا متعودين واخدين في الكورس بتاعنا، واقوم اعمل له فرونت، واقوم اعمل له او اي ماسكت طبعا، واقوم اعمل له ايه سكتش. هاجي بقى عندنا عند تولز، تمام؟ ده الجديد بقى تولز، واقوم اعمل له سكتش تولز، واقوم اعمل له ايه سكتش بكيتشر. دي سكتش بكيتشر دي معناها ان انا عايز صوره من الجهاز وهبدا ان انا يعني انقل الرسم منها وارسمه. قمت له سكتش بكتشر، هحدد عندي الرسمه بتاعتي بصوره او بصيغه بي ان جي، صوره عاديه اي صوره عندك على الجهاز، تمام؟ قمت قايل له امبورت كده. هنا بقى تقدر تتحكم في حجمها، تقدر تنقلها، تقدر تكبرها وتصغرها وهكذا. وبعد ما تخلص تقوم قايل له اوكي. طب انا احتاج اعدل في الصوره دي تاني، انقلها او اكبرها او اصغرها. مثلا جيت ارسم الابعاد لقيتها صغيره والصوره كبيره، اقوم ضغط دبل كليك كده، بقت متاح ان انت تعدل عليها دلوقتي وتكبر وتصغر زي ما انت عايز، زي ما احنا شايفين كده، وتنقلها في المكان اللي انت عايزه برضه، وتقوم قايل له ايه اوكي. جميل جميل. يبقى هي ديت الصوره، ده التمرين بتاعنا اللي هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله، تمام؟ تمام. طب تعالى بقى تاني حاجه عايزك برضه تعملها، النيوميريكال انبوت تكون مفعله. طب بفعله ازاي؟ هاجي عند السيتنج، وهاجي عند السكتش، وهاجي عند النيوميريكال انبوت ديت، تمام؟ اكون مفعل جريد دايمنشن اونلي وين فاليو از ايه انترت دي، تمام؟ دي تكون متفعلة يعني عليها علامة صح، وهم قايل له اوكي. هنلاحظ لو جيت ارسم اي خط او اي حاجة هيقول لي ان هي مثلا انت تحط مثلا البعد بتاعها وليكن قلت له 9.9، وقمت قايل له اوكي زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ بدل ما نقعد ايه نحط الابعاد، فاحنا بنحط الابعاد واحنا بنرسم مرة واحدة. جميل جميل. طب هنحاول نصغر دي بحيث ان هي تكون الابعاد متناسبة مع الابعاد بتاعة الرسمة. نضغط دبل كليك ونصغر، صغر كمان. كده الابعاد مناسبه، ايه مناسبه شويه للرسمه بتاعتنا. وقمت قايل له اوكي، امسح ده بقى ونبدا من اول وجديد. الرسمه بتاعتنا ديت مكونه من ايه؟ مكونه زي ما احنا شايفين، هي رسمه بسيطه جدا، عباره عن لاينز وسيركل وارك، يعني مفيش فيها اي حاجه ان شاء الله، تمام؟ طب تعال نبدا بقى كده نرسمها كروكي او على قد ما نقدر نحط الابعاد، وبعد كده نشوف ايه اللي ناقص ونكمله. وطبعا اي رسمه عندنا زي ما شرحنا طبعا في السيشنات، ان احنا عايزينها تكون فولي ديفايند، نكون الرسم بتاعتنا فولي ديفايند ومعرفه بالنسبه لنقطه الاصل، ومحطوط عليها كل الدايمنشن والريليشنز اللي احنا هنحتاجها. جميل جميل. طيب اول حاجه تعالى كده نبدا من هنا. قال لي ان ده 9.9 هوريزونتال، تمام؟ 9.9، وبعد كده طلع 18، طلع 18. طب انا عايز ارسم ارك، عايز ارسم ارك، مش هقعد بقى ان انا اخرج من الامر وارجع، لا زي ما احنا شارحين، هقف هرجع وهقف، هيعمل لي ارك من امر اللاين على طول مره واحده. 8.9، تمام؟ نفس الكلام، هقول له مثلا نهايته هنا، نفس الكلام اعمل ارك كمان 2 ونهايته هنا مثلا، واقوم طالع اي بعد، نحط الابعاد اللي ناقصه في الاخر، تمام؟ واقوم عامل ارك تاني اللي هو هطلع وهرجع، واقوم عامل ارك تاني مقدار 3، تمام؟ وعامل ارك كمان نص القطر بتاعه 10، تمام؟ وعامل ارك كمان نصف القطر بتاعه 5، واقوم نازل كروكي، احنا بنرسم كروكي. عامل ارك كمان نصف القطر بتاعه 2، وعامل ارك كمان نصف القطر بتاعه 7.7، تمام؟ واطلع هنا 4.2، 4.2 فيرتيكال، وهنا نص دايرة، اخرج خلي دي بس هوريزونتال عشان تظبط معانا، وقمت قايل له اوكي. خلي الاتنين دول دي ودي على استقامة واحدة، دي ريليشنز انا بحطها كولينير
وقمت قايل له اوكي، وقمت عامل خط، قمت عامل هنا نصف دايرة كده، نصف القطر بتاعها 5 هنضيفه دلوقتي، وهنقل دي، شد دي كده، تمام. طب تعالى بقى ايه، نحط كده الابعاد بتاعتنا. احنا كده رسمنا الرسمه بتاعتنا كروكي، تعالى نحط الابعاد، الدايمنشن والريليشنز بتاعت اللي ناقصه. جميل جميل. هنا انا عندي نص القطر بتاع ده 5، بتاع نص القطر ده 5، حطه كده 5. وعندي ده قلنا ده ب2 وده ب7.7 محطوطين. عندي هنا ريليشنز ان ده تانجنت، جميل. وعندي هنا ريليشنز برضو ان دي تانجنت، تمام. وهنا برضو ريليشنز ده تانجنت مع ده. ونخلي بالنا ان ده وده على نفس المستوى، الاتنين هوريزونتال، تمام، زي ما احنا شايفين كده، عشان تبقى مظبوطة معايا. تعال بقى نحط كده الدايمنشن اللي ناقصه. عندي سمارت دايمنشن، المسافة من هنا لهنا 20.4، هو 20.4، 20.4. وعندي المسافة دي 18، حطيناها قبل كده، تمام. طب المسافة من هنا لهنا 29، هنا لهنا 29، والمسافة دي 4.2، 4.2. وعندي المسافة دي 11.4، حطيناها قبل كده، تقول له اوكي، تمام. تعالى بقى نشوف ايه اللي ناقص عندنا، بحيث ان احنا لسه الجزء اللي فوق دوت اندر ديفايند مش ري ديفايند. الاقي عندي بعد من هنا لهنا 10.8، من هنا لهنا 10.8 كده. الشكل بتاعي بقى فول ديفايند، وده الشكل اللي مطلوب مني. تعالى نخفي الابعاد والريليشنز، ده الشكل بتاعي. تعالى مثلا نخليه كرتون زي ما احنا شايفين كده. دي الرسمة بتاعتنا المطلوبة مننا بالأبعاد، الرسمة بتاعتي فولو ديفايند، الرسمة بتاعتي كاملة، شادد كونتورز ديت هي مظللة، يعني مفيش فيها أي أخطاء. وبكده نكون رسمة النهاردة انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم مهندس مروان بدر.